هذا كل حجرة جماعيين كدريقيين كأو كغيب غادنا يا وينين تا مناسبة ده لشدة حبيبك أنا محمد حريسي نبي تقول كل ساعة ت وحدوجي دان كمانان كم إذا حرت جماعيين كأو غيب كا ساعة كلوينين يا نبي قبل حونا كسب باللوضي توفيق يدو الله سعدو تعالى دلتلك دهسون أو قرشو يهيئين وكاد عباني قوين إسلامار كان علماء دا يمسوليين تو أي دلوينا كلا حلان سي يتوجيهيان بلشادة مانتا قد بالدقي سرالشادة حبيبك نحريسي لما تقولي كل كيساء هاتي ومانتا ربيع الأول لبي تمن كذا يدو أي دعيين معلمين سوالا في حفلة دا وين أو نبي قلبو وينين يو مانتا أو مانتا لبي تمن كنا وحا دعيا مناسبة وين أو مركاسي لغو سوقبتي وجيغي ديو هره محفلكا دقمدا شبيس او مسؤولين كترشن دوريد سوماليكا غيب غلين هل كانو تالا دلجير كدهسونا وحا كاسو عدا بنام بحان يدو حرطا اي لوكو يمادين اي كاسو بلاو دين توفيق يا صلاه وسلام عليك يا لا تحتفلوا بأخراك كواركتين مايا لا حديثة كواركتين مايا سعافه ما مغليسين ذاتك قاسية ابليس وحوكلنا حي نبي عليه الصلاة والسلام لا لسديسة waxaan kala soo hadlayaa taalada darjirka dhaxsoon sida aad gadaashayda kaga jeedaan waxa halkan isugu yimid kumanaan shacabka caasimada ah si ay kaga qayb galaan munaasabada weyninta dhalashada xabiibkeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee culimada diinka dariiqooyinka ayaa halkan kula hadlay shacabka iyaga oo u sharaxaya maalintan qiimaha ay leedahay iyo dhalashada nabigeena maxamed waxa ay kaga dhigan tahay mujtamaaca muslimiinta ah سبحانه وتعالى أنها يوم آتاكم الرسول فخذوه وحي النبي إذن لي ماذا قال وحو إذن كرهب أنا كرهب توبة وحو كتغي كتغك مجرته وحو كتغي كتغك مجرته وحا تحريم كان تحريم وحا كان سدح شيء نهي أولا إلى سيدي ولا تقربوا الزنا لا تحتفلوا بأقراك كواركتين مايا لا حديثة كواركتين مايا أما تحريم لفظ التحريم سيدا حرمت عليكم الميتة مايا مياد كواركتين احتفالا ليد كحرمي مايا انت وحا دير ذنب الفعل وحا إن باركتاه الله إداريو أما وعد أو صار ورقف في سبيل وحا الله دهي دات كما أنت أو كفر حسنينين waxay ku dayayna ogaadaan haday ogiin haday jahil ka yihiin ibliis ka naxna nabiga dhalashadiisa (alayhi salaatu wasalaam) walaa magla saafada ma maglaysiin dadka gaarsiya ibliis wuxuu ka naxay nabiga (alayhi salaatu wasalaam) dhalashadiisa cid kasta oo ka naxaysa in nabiga la weyneeyo la karaameeyo jidkaas ay maraysa ama nabiga (alayhi salaatu wasalaam) daqiiqad kasta iyo lahad kasta taraqi iyo korhasho ku jira maqaamadkiisu waa kor sababta oo ah waxaa la yiraa kullu kamaal yaqbalu kamaala siwa kamaalillah kamaal kasta oo ilaahay kamaalkiisa kusoo hira kamaal uu aqbalaya daqiiqad kasta iyo laxad kasta khayr kasta qof kastoo laa ilaaha illa allah rasuulaa tiraahdo qofkii salaada qofkii sooma qofkii sadaqa bixiya qofkii oo zaka bixiya qofkii cibaado sameeya qofkii xijiya qof kastoo saa sameeya asagoo nabiga allah ka soo ushadihin nabiga calayhi isalaatu wasalaam oo u shirka kulay sababto o maxay tahay masanna sunata xasana falaw ajruha waajrun man camila biha sidaa u jeedaan fardo gawaari lagu sharaxay xabiibkeena magaciisa ayaa halkan isugu keenay iyadoo sidoo kale xertu ay xilqooyin sameeyeen isla markaana ay ku digrinayaan saliga nabiga iyo sidoo kale xuska ilaahay waxaan sidoo kale la kulanay qaar ka mid ah jamaacooyinkii ka soo qayb galay kulankan weyn ee lagu xusayo suubaneheena maxamed
صلى الله عليه وسلم وقصوا بنام بحني دلشدي رسولك صلى الله عليه وسلم مريين يا كسو تقني هانتدين يا كسو تقني وحوال با كسو تقني جعيل او قبل رسولك صلى الله عليه وسلم دادك موليدك ديدا او انك انا صوب بنام بحني او هاب ياكي شراء دين سدع رسولك ديدا وجانا وكود دمبسو رسولك ديدا وجانا وكود دمبسو ان رسولك انا اوينينو مناسبة ديسا اوينينو ابلارينو محديدا وحال رسميا حفناني توكالي وارصوب بنام بحيا لكن رسولك ماري تيسا محلو ديدا انا بوبونينو انا حول قلنا او حول عاصدقينو محلو ديدا انا او اهوينك الصوماليات وحال كانو تاقيناي احتفال كي نبو محمد عليه الصلاة والسلام ورينا او بساتقناي ماركينا او بساتقناي وردد حتى الله وقتقينا خير وخلق الله صلى الله عليه الله هي ما هذا إسكاله إن هو ميلاك قيلنا احتفال كم بنانو من يجي بأوجاي بهبلو أوجاي ده هينا أيه أطلق إن كسو جواب ما أنت أيه على غير روا مش واحد لبك المرة هيا ما هذا بهيبة ما هذا هو إسكاله اللي ملكا هيا نبي محمد مدن أمان إنكم شينا محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليه وسلم المولى محمد iyadoo sanad waliba xilligan oo kale guud ahaan dunida laga xuso dhalashada nabigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haate ayaa maanta waxa si weyn looga xusay degmada luuq ee gobolka gedo waxana wadooyinka waaweyn ee magaalada socod ku soo maray culimaadinka degmada iyo dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo u dabaal dagayay xuska dhalashada nabigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haate socod dheer kadib culimaadinka degmada iyo sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda degmada Luuq Macalin Cabdi ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la weyneeyo maalintan oo ku beegan xilliga uu dhashay xabiibkeena Maxamed Naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haate ee siiradan iyo noocaan kale waxay anfacaysaa inaan nabiga barato dunida akhro hadhow xaq yani wixii maarta ku cusbo way waad arag sheyga marka taqaan baad yaalmaad wax yar kartaa way kolka maanta oo dhan hadaan culcelinno nabigeena salawaatu llaahi wa salaamu calayhi iyada ammaantiisa iyo ziyaadiisa wakaasi horeysa oo nabigeena ammaantiisu wakaasi horeysa oo wax la soo koobi kara ma nabigu wuxuu leeyahay salawaatu llaahi wa salaamu calayhi innama ana rahmatun muhdaat aniga waxaan ahay naxariis ilaahay hadii kolka hadii raxmadii ha lagu farxa la yiri ayaan ku farxaynaayo ayada oga khayr badan baa la yiri waxay ururinayaan ama jamcinayaan waxay jamcinayaan waxa oga khayr badan raxmada ayaa oga khayr badan farxad inay ku farxaan ayada oga khayr badan kolka waxa jamcinaya waa maxay waa maalka maalka in lagu farxaa xogaa iyo radi lagu siiyo aad baa u farxaysaa somo waxa kaaga khayr badan baa leeyahay kolka inaad ku farxdo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam xad dadkan kolka qiimaha badan oo maanta isku imaaday oo leh waayeelada ee dhalinyarada caruurta hooyooyinka gabdhaha dhulaabta nooc walba leh waxay isku soo baxay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ala jacaylkiisa rasuulka sallallahu alayhi wasallam asan noo sheegay zabinka markii la gaaro inay soo baxayaan dad dadka dhibaateynayo oo maxaan ku raadaye een dadka dhigooda banaysanayo nimankaas waa nimanka khawaarijta la yiraahdo iyo inta mubtadiciinta ayaga raacsan waaye een insha Allah bidinillahi alkarim een ayagana dhib way qabayaan intay adduunka ku nool yihiin maxaa yeelay waxa waxay joojin karaan maahan oo rasuulku ilaahay doortay ka sheekeyntiisa siiradiisa intii iimaan saliima ilaahay u yeelayna way shaqeyn ayagana cara in baa la dhimanaya mooto biqayd kuma yaan leenahay insha Allah bidinillahi alkarim caradooda ha ku dhintaan aan leenahay een waxaanan marnaba aanan u ban baxaynin waxyaabaha ayaga waswaaska ay wadaan ama ay sheegayaan ama ay dadka quluubtooda ay ka dhaadhicinayaan inaysan soconaynin ee maxay yeelay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ilaahay baa weyneeyay warafacna laka dhikraku ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku yiraahay ayada quraanka ah een mawlidka markiisa hore waad ogeydeen sida lagu dhigi jiray iyo siduu ahaa maanta meesha uu marayaana waad arkaysaan oo islaamka oo dhan baa uu istaagayo carab iyo cajaba uu istaageen heerka inuu gaaran ayaga gaarsiiyo ilaahay baa u soo adeejiyo ayada oo maxaan ku raadaa mawlacyada lagu dhigaayo oo meeshaas ayada lagu akhrinayo siirada lagu akhrinayo
oo inta badan masaajidda xitaa makrofoonada aan lagu akhriyeynin bu rabbi subhanahu wa ta'ala ayaga ku salladay munaasabadan oo ah mid lagu weeyneeyay dhalashada soo banaheena maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ate ayaa maanta ka dhacday degmada caabudwa munaasabadan oo ah mid ay soo amireen boqolaal kamid culimada dariiqadan odayaal dhaqan iyo siyaasiin ayaa ka dhacday gudaha iyo banaanka hotel istanbul ee magaalada caabudwa culimada iyo dhaqankii goobta isku yimaaday ayaa halkaas ka jeediyay hadalo ku aadan muhiimada ay leedahay xuska nabigeena maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ate iyo mucjisooyinka ku dhacay dhalashadiisa qodiisa iyo cabsiisa ayaa nus amrayna إلهي وحينا يا أيها الذين آمنوا كو إلهي رسولك سرهم ويو اتقوا الله إلهي كعب صلى حق تقاتي إلهي عب صلى وحق تكو لي أدونكو إلهي وحي إلهي هاي أدون ملكو يهي ملكا وعبيدا وخلقا با إلهي إلهي هاي أرتها أنكو وحينا كسعنا ودد إلهي وهي كتابك قرآنك أمبين كسعنا يا سنين رسولك عليه الصلاة والسلام رسولك إلهي أمانو إلهي أيها نبري إلهي أيها نبري إلهي وحو كيري رسولك وكان فضل الله عليك عظيما رسولك إلهي أيوه إلهي فلدي جيسو وكسيي دوش على مدوين وي فلدي إلهي رسولك إلهي وإلهي كسيي وإلهي كبرت فضلي وإلهي هذه النبي محمد مرتبه وكوكارسي مدوين أكسوي مدوين وي شايق إلهي وين كشاقي أنك دي وحين كمثالنا ومقرانا حبيبي محمد وعلى الآل ملوم الكرماه ومحياك شمس منك مضيون أسفرت عنه ليلة الغراء ليلة المولد الذي كان الذي نسرر بيومه وازدياه ما أنت وامالي وين مسلم أنت أتيك وين قال هذا يقفارتنا أكتو هذا مالي المدوكا وما أنت درسين نبي نصبنا خير خلق الله أول الأنبياء خاتم الأنبياء والمرسلين نبي الله محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وحن لنا مالتاس فرحات بيوتاي مسلمين تا افتيم بيوتاي مسلمين تا ايام عالم كوردن ومالي وين وقلوب تا ايمان كحاسل وقوة انا اسبرارو تنو انا ادي هادو قفر حسانة هاي كسو غيب قلكا حالفدان لغو وينين ايو دلشادة رسول كيني عليه الصلاة والسلام وعن الهي كرجين ايا تيادة كالين نغو قارسيو بشباش برواقع ايا نواد وعو ايا وعن غفا ايدي سن ايا حالفدان ما دام الاسيي دور كالمدود وينين تا الرسول كو الهي با وينين ايا انقا ايا وحوغرها سن ايني اسو احوان او غابهنا إلهي بايرين إنك الله على قلق العظيم وح أذيك كاش ربطان ما أننا أبورين إلهي باويني أصحاب تيسي واتعظيمي سي أو أمانتي أو هرتي سكا أمانتي سند والبا وقتي كان أوكالي أياد دوند إسلام كان لغا حساد الله شدا بشا موريد ودشي سوبانيه إن محمد نبدقلي نحرس كوركي ساعتي